أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الخاصة بآخر تحديثات نماذج الطقس العالمية. سنعطيكم في هذه النشرة الخاصة والإنذارية آخر التفاصيل والمستجدات خلال يوم الجمعة والأيام القادمة بالتفصيل لآخر تحديث الذي صدر قبل قليل. فقبل الأخذ في التفاصيل مشاهدينا الكرام، فإذا كنت تشاهدون لأول مرة فلا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. بالنسبة للتوقعات غدا إن شاء الله بعد الزوال، فيتوقع استمرار الأجواء غير مستقرة مع كذلك رياح قوية، والمناطق المعنية بالأمطار إخواني الكرام في الفترة الصباحية فهي كالتالي: اضطرابات جوية وأمطار حاضرة على عدة مدن من المملكة ستبدأ المناطق الشمالية على طنجة وأصيلة تطوان العرائش شفشاول اللميمونة وزان تونات قرية أبو محمد وتهلا وتازة ومكناس. ويتوقع استمرار الأجواء الغير مستقرة على عدة مناطق من المملكة، والمناطق المعنية بهذه الأمطار فهي وجدة وبركان الناظور الحسيم الدريوش وتاوريت وتاونات إيساقنو قرية أبو محمد سليمان مكناس الخميسات وإفران والماس الرماني والرباط سيدي سليمان القارة برشيد سطات ولد فرج والجديدة طربيضة والمحمدية سيدي بنور والوليدية وأسفي. ويتوقع خلال الفترة بعد الزوال والفترة الليلية استمرار الأجواء الغير مستقرة، قد تصل بعض الأمطار على مرتفعات الأطلس وخريبكة وكذلك خنيفرة والماس الرماني بن سليمان إفران وسكور مداز وتالا وفاس وتوريت وقرسيف وساكا وأكنول وعاطف. وخلال الأيام القادمة خصوصا يوم السبت إن شاء الله، فيتوقع استمرار الأجواء غير مستقرة بتساقطات مطرية خلال الفترة الصباحية من يوم السبت، والمناطق المعنية بهذه التساقطات المطرية يوم السبت فهي كالتالي: أمطار خير متواصلة على وجدة وبركان الناظور والحسيمة والدريوش وقرسيف وتازة مع تساقطات ثلجية على إفران وسكور مداز، أمطار متواصلة على تالا وفاس قرية محمد سيدي سليمان مكناس الخميسات الرباط بن سليمان سيدي على التازي للميمونة والعرائش وأصيلة وتطوان وشفشاون ووزة، مع طقس قوي جدا قادم خلال الأيام القادمة. الفترة إن شاء الله بعد الزوال سوف تستمر الاضطرابات الجوية والثلوج على المرتفعات مع انخفاض في درجات الحرارة وأمطار حاضرة على إفران مع تساقطات ثلجية وخنيفر وسكور مداز متواصلة أمطار غزيرة لفاس وأمطار معتدلة على الخميسات والماس والرباط، أمطار كذلك ضعيف على سدير التازي وسيد سليمان قرية أبو محمد ووزان وشفشاون وإيساقن وتاونات توريت ووجدة وجرادة وكذلك عاطف. وخلال يوم الأحد ويتوقع خلال يوم الأحد الأجواء ستكون خلال أيام الاثنين فيحتمل احتمال دخول تساقطات مطرية وأمطار وثلوج، والمناطق المعنية يوم الاثنين 26 فبراير فهي وجدة وكذلك بركان الناظور التريوش والحسيمة. وهناك طقس مفاجئ في النموذج الأوروبي الأمريكي، سنعطيكم المناطق المعنية في النموذج كذلك الأمريكي في هذه النشرة. أمطار متواصلة لتوريت وساكا والتريوش والحسيمة وإيساقن وشفشاون للميمونة ووزان وسيدي علال التازي قرية محمد وفاس مكناس الخميسات والرباط بن سليمان والدار البيضاء والرماني والجديدة والدار البيضاء وكذلك المحمدية ستعرف تساقطات مطرية غزيرة. الفترة الليلية استمرار الأجواء الغير مستقرة إن شاء الله على اليوسفية سطات وخريبكة واتزم وزوج الشيخ وابن ملال خنيفرة والقارة برشيد والماس والرماني والخميسات، أمطار متواصلة على سكورة مداز وإفران وفاس مكناس وتالا وتازة، واضطرابات جوية على جرادة ووجدة وبركان وإيساقن وشفشاون وطنجة وأصيلة والعرائش. بالنسبة ليوم الثلاثاء يتوقع استمرار ثلوج كثيف على مرتفعات الحوز على أيوكيم بن أمزميز إيمن تانوت أكادير وشيبة أزيلال إيمل شيل بن ملال وتومفيل وميدلت وخنيفرة وإفران وسكور مداز وصفرو، أمطار وثلوج كثيفة على هذه المناطق، أمطار متواصلة سيدي سليمان مكناس الخميسات وتهلا. ويتوقع بإذن الله استمرار الأجواء الغير مستقرة إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة كذلك ليوم الأربعاء والخميس فمن المتوقع كذلك تقدم إن شاء الله منخفض جوي آخر خلال بداية شهر مارس. بالنسبة للنموذج الأمريكي إخواني الكرام فيشير إلى اضطرابات جوية غزيرة وقوية بداية من يوم الاثنين، كما سنريكم آخر التفاصيل والمستجدات التي صدرت قبل قليل من النموذج الأمريكي فيشير لدخول اضطرابات جوية وأمطار قد تكون عاصفية وغزيرة إخواني الكرام مع تساقطات ثلجية قوية يوم الاثنين. المناطق المعنية يوم الاثنين بالنسبة لآخر التفاصيل والمستجدات فهي السفي والجديدة وسطات وكذلك خريبكة سيدي بنور وولد فرج وبرشيد القارة الدار البيضاء بن سليمان الرماني والرباط الخميسات والماس ومكناس سيدي سليمان سيدي علا التازي وقرية أبو محمد وفاس وتهلا وزان وشفشاون وإيساقنا الحسيمة وأكنول وساكا والدريوش الناظور بركان. حالات الطقس بالمغرب لآخر التحديثات فتشير إن شاء الله باضطرابات جوية وثلوج كثيفة متواصلة اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024.
والمدن والمناطق المعنية فهي المرتفعات والشمال الغربي وهضاب الفوسفات وكذلك الحوز وكذلك مرتفعات الريف. والمناطق المعنية إن شاء الله هي كالتالي: الرباط، بن سليمان، الدار البيضاء، برشيد، القارة، وسطات، ولاد فرنجة الجديدة، سيدي بنور، اليوسفية، واتزم، خريبكة، قلعة الزرقاء، سيدي بوعثمان، مراكش، أكادير، بوشيبة، أمزميز، إيمن جانوت. تساقطات ثلجية كثيفة على بني ملال وأظلال. أخبار الطقس بالمغرب: ممطرة ومبشرة بعودة أمطار الخير. واضطرابات متواصلة التي زنيت مع تساقطات ثلجية على إيمل شي، زاوت شي، خنيفرة، ميدلت، إفران، وسكور مداز، وكذلك ميسور والهضاب العليا الشرقية. أمطار متواصلة على خميسات، بن سليمان، والرماني، فاس، مكناس، وتالا، وسيدي سليمان، وكذلك الناظور والحسيمة. ويتوقع بعد زوال اليوم إن شاء الله الثلاثاء 27 استمرار الثلوج إن شاء الله، وتصل حتى مناطق مراكش، أكادير، بوشيبة، قلعة الزرقاء، سيدي بوعثمان، الشيشاوة، خميس ود الحاج، وبن قرير، سفي، اليوسفية، سيدي بنور، بني ملال، أظلال، لبروج، أكادير، بوشيبة، ثلوج حاضرة على أمزميز، وكيمدن، إبن تانوت، تبانت، بني ملال، إيمل شيل، تيزنيت، زاوية الشيخ، ميدل، خنيفرة، وإفران، وكذلك أظلال. تساقطات مطرية غزيرة. أمطار متواصلة على واتزم، خريبكة، والقارة، برشيد، والدار البيضاء، بن سليمان، والرماني، والخميسات، مكناس، الرباط، سلة المحمدية، سيدي سليمان، قرية أبو محمد. وأمطار متواصلة مع رياح قوية مع بحر قوي لا يجان. إخواني الكرام، فالمرجو أخذ الحيطة والحذر بالنسبة لإخواننا البحر. وأمطار متواصلة تونات وتالا بإذن الله خلال الفترة الليلية من يوم الثلاثاء. من المتوقع استمرار الثلوج الكثيفة والاستثنائية إخواني الكرام على مناطق المرتفعات. ثلوج كثيفة على خنيفرة، إفران، سكورة ممتاز، وتالا، وزاوية الشيخ، تومفيت، وإيمل شيل، وبني ملال، وأظلال، أكادير، بوشيبة، وكيمدن، أمزميز، إيمن تانوت. أما بالنسبة ليوم الأربعاء، اضطرابات متواصلة على مناطق الشجرة الشرقية على وجدة والناظور وبركان والسعيدية. أمطار متواصلة مع ثلوج كثيف على خنيفرة وميدلت وكيكو وإفران وسيدي سليمان والرباط. ومن المتوقع إخواني الكرام أن تشهد هذه المناطق رياح قوية إن شاء الله بداية من الأيام القادمة، رياح جد قوية يوم الاثنين والثلاثاء مع بحر قوي الهجان، بحر هائج ورياح قوية سوف تشمل عدة مناطق وعدة أقاليم بدخول هذه الأمطار. بالنسبة لتراكمات الأمطار خلال الأيام القادمة مشاهدينا الكرام، فتشير لتراكمات أمطار معتبرة إخواني الكرام قد تصل إلى أزيد من 50 ملم كتراكمات للأمطار. نسأل الله الثبات لهذه الخيرات. حالة الطقس بالمغرب: تراكمات قوية خلال الأيام القادمة. لايك، متابعة، شكرا.